ايه ده؟ اف ايه القرف ده؟ القرف يا سيد. انت اهبل يالا؟ هو لسه في حد بيقرا جرايد؟ بدور في الاعلانات المبوبه عن وظيفه. مبوبه؟ ما كفايه تريقه بقى يا فخر، بدور على وظيفه عشان نعرف نرجع 6 مليون دولار. وظيفه عشان ترجع 6 مليون دولار؟ ليه طالبين حراميه يشتغلوا ولا ايه؟ ايه؟ طالبين وظيفه رجل امن بمليون دولار؟ انا شلت ازازه الريحه فين؟ يا نهار اسود. ربيتك هتهد الاوضه. ريتاش يا ريتاش. ايه؟ ريتاش. ايه ايه؟ انت حطيتي من ازازه الريحه دي؟ ريحه؟ ريحه يا بيئه اسمها بيرفيوم. مش وقته يا ريتاش، حطيتي ولا لا؟ كل ده عشان حطيت من البيرفيوم بتاعك؟ لا ما حطيتش. الحمد لله. اصل انا حطيت حته على ايدي كده لقيت ريحتها تقرف فرحت رميتها. ليه؟ ليه الله يخرب بيتك؟ يا نهار اسود يا ريتاش، يا نهار اسود. ايه يالا نزلت مفزوع من فوق وعمال تولول زي النسوان ليه كده؟ ريتاش حطيت من الازازه اللي فيها فيروس الزومبي. ده ايه الزومبو ده يالا؟ مصر عالم الاحياء صفوت عبد السلام في ظروف غامضه. كاميرات المراقبه تلتقط المشتبه في قتله. ايه ده؟ مش ده الجوكر بتاع باتمان؟ ايوه هو الجوكر. يبقى اكيد ده بقى اللي كان قصده عليه صفوت ان عايز ياخد منه الفيروس باي ثمن. وريني كده يابا. ايه علاقه الشوكر بزومبو بفيروس بالقصص دي كلها بقى؟ تهالي كده فخر يعني لما صفوت مرضيش يبيع للجوكر قام الجوكر قاتل صفوت. يعني ايه؟ يعني هبقى زومبي يا سيد؟ انا هبقى زومبي يا سيد والنبي يا سيد ما تقوليش كده، انا مش ناقصه. اهدي يا ريتاج، ان شاء الله يكون ما بيتنقلش عن طريق الجلد، يكون بيتنقل عن طريق الدم او مكانات الحلاق. اتحلقت دقنك النهارده؟ لا. خلاص يبقى امان، ما تستخدميش مكانتي بعد كده. انت ما بتاكليش ليه يا ريتاج؟ مش قادره يا سيد، حاسه اني دايخه ومش مستحمله ريحه الاكل. طب كلي حته الجبنه الرومي دي تفتح نفسك. ايه ايه؟ لا. ايه ده يا ابن اللذينة يا لا سيد، انت عملت كده ازاي وسط كل الدربكه اللي احنا فيها دي؟ بس برافو عليك، برافو عليك ان انت مركز في الموضوع ده. برافو اني خليتها ترجع. انت حمار يا، انت عارف انت عملت ايه؟ انت هتخليني انكل فخر. ايه ده يعني ريتاش حامل؟ يعني انت هتبقى انكل فخر وانا انكل سيد؟ انكل سيد ايه يا ابني؟ ولا اقول لك؟ اه انت هتبقى انكل سيد. انا هاخد الواد اللي هيجي ده وهربيه عشان ما يطلعش هاتيا زيك، وبعد ما يتم 21 سنه تكون انت مت بقى ان شاء الله، هبقى فاهمه ان انت خاله ومت. يا سيد يا قلبي ما فرحش من زمان يا اخي، ده الايام الحلوه رجعت تاني. سلام عليكم. اهي الايام الزباله هلت. شوف انت وهو، انا كل مره باجي عشان اخلص عليكم وارجع من غير ما اعمل حاجه، ارجع البيت اانب نفسي اقول ايه طبت القلب اللي فيا دي. المره دي جاي عشان حاجه واحده، اخد فلوسي يا اما اخلص عليكم. قلتوا ايه؟ هو الجرجير صبح يالا سيد؟ دوق الجبنه حلو قوي. سمعتوني ولا لا؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انا مش فاهم. عايز 6 مليون دولار؟ مفيش فلوس، ولو دخلت من باب النادي ده تاني يا سحاوي انا هكسر رجلك. اه يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت انت خالص، مش عايز اسمع صوتك. عندك حق يا سيد، واضح ان انا زودتها معاك شويه، انا اسف. شفت هي الاشكال دي كده ما تجيش غير بضرب الجزمه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ليه كده يا سحاوي؟ ليه يا اخي؟ انت قعدت تضغط عليا تضغط لحد ما طلعت من جوايا سيد الوحش. انا ما كنتش حابب اعمل معاك كده واغلط فيك. انا اسف، حقك عليا. لا 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 ما تتاسفش يا سيد، اللي اتكسر يتصلح. مصطفى خده، هنبدا بيه الاول. وانت هستنى عليك 3 ايام، لو فلوس ما جاتش هخلص عليك انت اخر. طب ما ينفعش يا معلم، يبقى مهله اسبوع اروح اصيف وارجع اتقتل؟ إيه؟
شاهد على روحها. أرجوك يا مصطفى، طب ما تجيبيش الباي عشان خاطري. ايه ده؟ انتوا ما بتاكلوهاش يا سيد؟ بتاكلوها؟ انا لو اعرف ان الحاله وصلت للجوع ما كنتش جيت. خد خد ده الدوله بعد الاكل، وده نفسين تعمل فيهم قبل الاكل. مصطفى يلا ارجع. ولا سيد، دي ريتاش بقت شبه سمير الاسكندراني. ايه اللي حصل ده يا سيد؟ ها؟ اللي حصل ان انت ما رضيتيش تاكلي الجبن الرومي وكلتي مصطفى. يعني انا بقيت زومبي؟ بقيت زومبي يا سيد؟ انت شايفه ايه يا روحي؟ ها؟ ابله ريتاش، معلش، هو حضرتك يعني لسه جعانه ولا ناويه تحلي بينا؟ لو ناويه تحلي انا مخبي واحد كريم كراميل في الثلاجه جوه. لو مش عاجبك ممكن نجيب لك الواد كريم كراميل بتاع الامن تاكليه. طيب نص الجثه دي هنعمل فيها ايه؟ احطها لك على رز بسمتي؟ رز بسمتي ايه؟ احنا هناخده ندفنه. ندفنه فين؟ مقابر النادي هنا عند المراجيح. لا استنوا انتوا، سيبوا لنا الطلعه دي، بس انا لسه جعانه، ثانيه وجايه لكم. دي بتاكل سمنتو. طب معلش يا ابله ريتاج، ممكن بس تاكلي من غير صوت عشان بقرف؟ بس يا حاضر يا معلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يرحمك يا مصطفى. شفت يا سيد؟ كان واقف جوه قد البرميل، في ثانيه البني ادم بيروح. يا جماعه ما كناش دفناه، كنا حطيناه في الفريزر جوه ولما جوع اسخن واكل. ده كان فاضل فيه كتف، عايزه تسخني كتف مصطفى؟ هو كتف مصطفى ده شويه؟ انت شفته قد ايه يا فخر؟ بقول لكم ايه، انا جات لي فكره بنت جنيه. ايه؟ بما ان الجوكر كان هيموت على ازازه الفيروز، احنا ناخدها ونروح نقدمها له، هيدينا عليها ملايين الدولارات. ناخد الملايين دي نديها للسحاوي، ويا دار ما دخلك شر. انت اتجننت يا فخر، انت عارف الازازه دي لو وقعت في ايد الجوكر ممكن يعمل بيها ايه؟ ده ممكن يدمر العالم. انت ما بتشوفش بيعمل ايه مع باتمان؟ لا لا لا، انت غلطان في دي يا سيد، احنا ما عدناش وسمعنا من الجوكر، يعني انت بتسمع دايما من باتمان. عندك حق، ما لازم نسمع من الطرفين. طب هنعمل ايه؟ واحنا برضه عمالين نهري على فكره، احنا ايش ضمننا ان الجوكر موجود في مصر؟ ايوه يا عم، ما هو قتل الراجل ده هنا في مصر، وبعدين انا بسمع اصلا ان هو جه هنا مصر مش عشان حوار الفيروس، هو جه عشان حوار تاني خالص، ولما سمع حوار الفيروس ده قعد وحاول ياخده. حوار ايه يعني؟ بيقول لك ان هو كان جاي مصر اصلا يعمل اعلان مع محمد رمضان، بس لما ما رضيش يتضرب قلشوه جابوا فاندام. اه حلو، تهت ولقيناها برضو، احنا نبيع ازازه الفيروز لمحمد رمضان. لا انت كده اتجننت خالص بقى فخر. ليه يا عم؟ ايوه ما ينفعش يا فخر، هتبيع لمحمد رمضان؟ عندك حق يا سيد، ده أول ما ياخدها يقعد يقول أنا بين الزومبي ملك، وهيجننا معاها. سيد أنا جعت تاني. حبيبتي معلش، حاولي تنامي خفيفة كده، أنت حتى لو أكلتي أي بني آدم دلوقتي هيعمل لك كرش. حاولي تنامي خفيفة، وأنا بكرة الصبح أوعدك هاخدك ونروح للدكتور ونشوف الحوار ده. أنا خايفة أوي يا سيد. خايفة من إيه يا ريتاش؟ أنا عايز أفهم أنت خايفة من إيه؟ خايفة أحب موضوع أكل البني آدمين ده وأكل واحد تاني. ما تخافيش يا حبيبتي، طول ما أنا معاكي ما تخافيش. طب أوعدني يا سيد، أوعدني لو جات لي الحالة تاني تضربني وتحبسني. إيه الأفورة دي؟ الموضوع كله يعني إن أنت خفتي عليا فتعصبتي قمتي واكلاه، ما تكبريش الموضوع يعني. بس أنا الصراحة عندي استفسار بسيط. إيه؟ يعني سيبك من إن أنت كلتي بني آدم، أنت ما تقرفتيش تاكلين أي؟ عارف يا سيد طعمه زي ايه؟ ايه؟ عارف الحاجات النية اللي طعمها حلو دي؟ زي البسطرمة لما تجيبها من التلاجة، أو السوشي. يا ريت مع البني آدم ده كان صويا صوص. والنبي يا سيد خلاص معلش، أنا آسفة، حقك عليا، والله العظيم ما كانش قصدي. والله لما تتشقلبي، أنت عايزاني أصحى من النوم ألاقي نفسي متغمس في صويا صوص؟ ما تبقاش قلبك أسود بقى، خلاص يا سيد. طب وحياة ربنا لو فكتني أنا مش هاكلك. هو اوبشن اصلا؟
صباح على خير يا رتاش. يا سيد يا سيد، انت مش هينفع يا سيد وتسيبني تسيبني كده يا سيد. سيد كفايه سنه بقى، عايز انام. طب وحيات امي اول ما تفك لكون واكله غصتك دي. سيد والله ما كان ليها لازمه يا سيد. معلش برضه حبيبتي نطمن، ده انا ركبي كانت بتخبط في بعض. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. فين العيان؟ ايوه انا العيانه. دي العيانه؟ امال انا ابقى ايه؟ يا دكتور هي المدام بس حسب اعراضها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي المدام؟ اه. انا كان نفسي من زمان اعرف حد مناسب من السويد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا اهلا. معلش بس بستعجل حضرتك شويه لان احنا ورانا مواعيد كتير جدا. لا انا هنا الدكتور وانا عارف هكشف امتى وهعمل كل حاجه امتى. لو سمحت ما تعطلنيش. اتفضل يا دكتور. تمام. لا 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 لا. ده مجنون، انت جايبني عند دكتور مجنون؟ ايه اللي بتعمله ده يا دكتور؟ بتفصلني ليه؟ مش شايفني بكشف على المريض؟ وانت كده بتكشف عليها؟ طبعا. انت ما سمعتش عن العلاج بالطاقه؟ سمعت. سمعت عن العلاج بالاعشاب؟ سمعت برضه. ده بقى العلاج بالغنى. اللي قدامك ده اتغرب كتير قوي ورحت الارجنتين عشان ادرس في معهد الطب الكونسرفتواري. ايوه بس الكونسرفتوار ده في العمرانيه مش في الارجنتين. سمحت انا هنا الدكتور وعارف. ممكن بس ما تفتش في اي حاجه انت مش عارفها؟ اتفضل يا دكتور. ممكن بس حضرتك تساعدني عشان بعت التمرج يجيب لي فوار. هو انت تعبان ولا ايه يا دكتور؟ لا ابدا يا سيدي، الصبح خدت دواء بالغلط فتعبت يعني. دكتور وخدت دواء غلط؟ ايه المشكله لما الدكتور ياخد دواء بالغلط يعني؟ ايوه طب حضرتك عايزني اساعدك ازاي؟ هتعمل كورس. اقول الكورس يعني اغني وراك؟ من تحت كده تبطن بس. ماشي حاضر. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده؟ الودعني حلوين كده ليه؟ ولا قدوا يا ناس ولا قدعني ده انس ولا جيه. انتوا بتهزروا؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ مش بنساعدك؟ بتساعدني ايه؟ اسكت. ده انا بتكلم بجد، بندهش بجد. هو في ايه يا دكتور؟ في ايه؟ المدام مفيش اعصاب، مفيش مخ، مفيش ضغط. ايوه فعلا الفترة الأخيرة كان عليا ضغوطات كتير قوي يا دكتور. ضغوطات ايه؟ انا بتكلم ضغط اللي هو 120 على 80 ده، عند المدام صفر على صفر. يعني ايه؟ استاذ سيد الف مبروك، المدام ماتت. ماتت ايه يا كفتة؟ ما انا زي القرد قدامك اهو، في ايه؟ كفاية عند بقى يا ريتاش. معلش يا دكتور ممكن تتأكد تاني؟ حاضر يا سيدي، بس انا متأكد ان هي ماتت اهو، ماتت اهو، مش حاسة بحاجة، ماتت. ايه ده يا سيد؟ ده انت بطنك بتكركب؟ يا سيد لا ارتجع ملح ملخيره يا 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 كفاية جعانة يا سيد، جعانة جعانة. انت كلت نصه لفين البقى قوي يا سيد؟ طيب حاضر هنفهولك. يلا يلا حاجة مضايقاكي كده؟ حلو ده. معرفش انا شربت الاصفر. ايه حلو ايه ده؟ انتوا بتشربوا ايه ده؟ كلوا ريد المنجنيز والله، بس حلو والله. طعمها حلو يعني، وبعدين احنا قاعدين بنتسلى يا دكتور بدل ما نبقى فاضيين. بس انت الله اكبر عليك، الله اكبر، عملت زي ابو طارق بالظبط، من كشك صغير في وسط البلد لصرح علمي جبار. لا انا المعمل ده عندي من زمان، الكشك هو اللي كان حاجه على جنب كده، تمويه وتموين انت فاكر، بس هو خلاص راح لحال سبيله بعد ما البلديه جت شالته. طب ما كفايه رغي بقى ونشوف العيانه. ايوه صح، قولي اه كده يا ريتاج. اه بس خلاص. على فكره يا سيد انا عاتب عليك جدا، يعني ايه المدام تبقى زومبي وتاخدها من ايدها وتوديها عند دكتور غريب؟ في ايه يا راجل؟ مش انا دكتور العائله ولا ايه؟ ولا انت غاوي مصاريف؟ ولا هو الشيخ البعيد سر باتع؟ ما كفايه عتاب بقى يا دكتور وتشوف العيانه. قولي اه كده يا ماما. اه بس خلاص. قولي لي يا ريتاج، انتوا في حد في عيلتكم كان زومبي؟ يعني عم، خال، عمه؟ اصل ممكن يبقى وراثي على فكره. لا ما عندناش، بس اسمع ان اخت جدتي هي الست اللي كلت دراع جوزها. يبقى وراثي. انتوا بتنيلوا ايه؟ معلش يا دكتور معلش، انا بس كل اللي شغلني في الموضوع حتى تلاقيني مش مركز قوي. انا ما اعرفش الزومبي ده الا من البلاي ستيشن. ايوه وانا برضو معلوماتي قليله جدا عنه. الزومبي ده يا جماعه هو اللي بياكل لحم البني ادمين ني.
اصل كان بيحصل لي حوار كده وانا صغير يا دكتور فخوفني الصراحه. يعني انا وانا صغير كنت باكل كفته الرز وهي مقليه قبل ما تتحط في الصلصه، فهل يا ترى كده انا زومبي ولا كفتي؟ لا تبقى طفص، حد ياكل الكفته نيه قبل ما تتحط في الصلصه؟ ما علينا، خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا جماعه انا مستغرب حاجه، الغريب ان ريتاج زومبي من جوه بس، لكن من بره بسم الله ما شاء الله عليها مزه. ميرسي يا دكتور على الكومبليمون الحلو ده. طب ما تلم نفسك بقى بدل ما خليها تاكلك. يا سيدي انا ما اقصدش، انا قصدي ان هي في بدايه مرحله التطور بتاع الزومبي، يعني ممكن نلحقها وترجع احسن من الاول. قولي لي يا ريتاج. لا ما اقصدش يا حبيبتي، انت اكلتي بني ادمين ولا لسه؟ لا انا ما اكلتش حد. نعم، امال الراجل اللي اكلتي نصه ده ودفناه كان ايه؟ يا سيد كنت بدافع عنك في ايه؟ تقومي تاكليه؟ بغض النظر، بغض النظر عن القصه المنيله اللي انتوا بتحكوها دي، معنى كده ان ريتاج ابتدت تاكل لحم بني ادمين، ومن هنا ورايح لازم تاكل لحم بشري فاخر، علشان لو جاعت ممكن تعور حد وتاكل اي حد من اللي حواليها، واخدين بالكو؟ عموما انا هعمل لها نظام غذائي، هبتدي معاها بوجبتين. يعني الصبح نجيب لها عيش سن ودراع بني ادم؟ لا يا ابني، بيقول لك برنامج غذائي، اكيد الصبح بشري مسلوق، وبالليل ممكن حاجه خفيفه، كبده اطفال مثلا. يا جماعه ايه التفاهه اللي انتوا بتقولوها ديت؟ اللي انا اقصده ان ريتاج لو جاعت وما كلتش ممكن تتسعر وتتحول لزومبي من جوه ومن بره كمان. ايه ده؟ يعني انا مش هاكل سوشي تاني؟ لا سوشي ايه، خلاص سوشي مع لحم بشري يعمل لنا حساسيه وبقع في الوش، هنلغي السوشي خالص الفتره اللي جايه. انا بس يعني شاكك في حاجه ممكن تبقى في مصلحتنا، بس ده هيحتاج ان احنا ناخد منك عينه دم يا ريتاج علشان اعمل تحليل زومبي تراكمي الفتره اللي جايه واقيس نسبه الزومبي كل شويه. ماشي خد اللي انت عاوزه، ما بقتش اخاف من الحقن خالص، ما بقتش احس اصلا. برافو. كويس، دول كويسين قوي. انتوا بتنيلوا ايه؟ بتنيلوا ايه ده؟ كلوريد البوتاسيوم دوت ولا ما عنديش غيره؟ معلش يا دكتور اصل انا عندي غازات، معلش انا اسف. ما علينا، خدوا بالكم ريتاج من دلوقتي لازم تتعزل، لانها لو جاعت ممكن تعض اي حد، واللي هتعضه هيتحول لزومبي. طب اكسكيوز مي، احنا يا دكتور بقى احنا لازم نمشي. لا تروحي فين؟ مالكم؟ مالكم توترتوا كده ليه لما جبت سيره العض؟ شكلها عضت حد وانتوا مش عايزين تقولولي. لا 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 انا ما عضتش حد. لا عضت الصراحه بقى، عضت الدكتور اللي كان بيكشف عليها. ايوه عضيته ليه؟ قول القصه كامله. عضيته عشان ضربني في كتفي بالمشرط فتعصبت، قمت واكله كتفه. معنى كده ان انا لازم اشوف الدكتور ده عندي هنا في المعمل، لازم اجيبه هنا علشان اعمل عليه شويه شوربه. شوربه؟ قصدي اعمل عليه شويه تجارب. مكانه فين الدكتور ده؟ هو احنا كنا سايبينه بينزف في العياده بتاعته. وكشفه كام الدكتور ده؟ ليه كشفه كام؟ ليه؟ هتفرق معاك في ايه؟ يعني حبيت بس اعرف الاسعار اليومين دول وصلت لكام علشان احسب لكم الحسبه بتاعتكم. طب يلا يا جماعه بسرعه يا جماعه، الراجل متعض وبينزف في العياده دلوقتي، يلا قوموا الحقوه، يلا روح. وانت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ وانا اجي معاك اعمل ايه يا حبيبي؟ انت افتكرتني دلوقتي وانا في الزومبي مدعيه وفي الفرح منسيه؟ هتيجي معانا ولا ابتدي بيك وجبه عشاء؟